في مقطع مصور يظهر حادثة غرق أحد الصيادين في منطقة ناظم للسويب شرق القرنة في البصرة بسبب السيول القادمة من إيران. كم راح يصل؟ ليش واقف من هالسواق؟ يا هذا؟ هذا ما يقدر يطلع. والله ما يقدر. ما جاي يجيبه ليش جاي ما يقدر يطلع. راح ينقلب البلم غط 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 البلم غط البلم غط البلم غط البلم غط البلم انقلب 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 راح. شوفهم راح البلم. لا عارف شوفون؟ طلعوا دول فين؟ طلعوا. لا لا هذا جاي يجيب ليش هذا؟ دات دات